والله نظن المكتوب وربي سبحانه هو اللي يعني اللي كتب لي اني نجي هنا. اما بالنسبه للتعاقد نظن جاب بسهوله لاني كنت نعرف النادي وهما يعرفوني لان كانت عندنا مواجهه ذهبا واياب مع شبيبه الثوره وعندهم داو نظره عليا في هذيك المباراتين وانا نفس الشيء قبلت العرض يعني بسهوله لان شفت اوراق النجاح موجوده هنا من جماهير من منشات رياضيه من حتى النادي لاعبين في المستوى. هذا الشيء اللي خلاني يعني بسهوله قبلت العرض مع اتحاد طنجه. بعد المدرب الجزائري انت الان في اتحاد طنجه، باش كتوعد الجمهور ديال اتحاد طنجه؟ والله نوعد الجمهور اتحاد طنجه انهم راح يشوفوا فريقهم بروح عاليه بايمان كبير، فريق اللي كافح من اجل الوان اتحاد طنجه راح يسعدهم فوق الميدان ان شاء الله، ولكن لازم هما يكونوا معنا ويوقفوا علينا ويأزرونا حتى اخر دقائق من المباريات. هما عليهم بتشجيعات وحنا علينا بالنتائج ان شاء الله فوق الميدان. هناك تغييرات جذريه غتحدثها في الفريق؟ لا مش جدرية لأن الفريق راه موجود. نظن تغييرات خفيفة جدا على النادي خاصة في الخط الدفاعي وفي وسط الميدان. ما بالنسبة للفريق عامة نظن بلي 90% من التعداد راه موجود ومن الاستقرار، وهذا الشيء اللي يحفز أكثر يعني العمل وتكون عندنا نربح الوقت لبداية الموسم إن شاء الله. المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الوطني المغربي، والله نتمنى يكون النهائي بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الوطني المغربي لان في زوج منتخبات في المستوى في احسن احوالهم. اليوم نشوف المنتخب المغربي في احسن احواله والمنتخب الجزائري في احسن احواله، ان شاء الله يروحوا بعيد في هذه المنافسه ولما لا نهائي مغاربي بين الجزائر والمغرب.